معلومات لا تعرفها عن وحيد القرن الأسود الغربي، في عام 2011 تم الإعلان رسمياً عن انقراض وحيد القرن الأسود الغربي، وهو أندر سلالات وحيد القرن الأسود، وكان سبب انقراضه أساساً صيادون قتلوه بسبب قرونه، والتي تحظى بتقدير كبير في السوق السوداء وتستخدم في الطب الصيني التقليدي. كان بصر وحيد القرن الأسود الغربي ضعيف جداً، ولم يكن قادر على رؤية أي شيء على بعد أقصر من 30 متر بوضوح، ومع ذلك كان يمتلك حاستي شم وسمع ممتازة. للأسف لم يكن هذا كافي لحمايته من الصيادين، على الرغم من كونها كبيرة وضخمة، إلا أن وحيد القرن الأسود الغربي يمكن أن يتحرك بسرعة، وقد تم تسجيله بسرعات تصل إلى 55 كيلو متر في الساعة، ويمكنهم تغيير الاتجاه بسرعة مفاجئة والرغد مباشرة من خلال الشجيرات والأدغال. لا يوجد فرق في اللون بين وحيد القرن الأبيض والأسود، كلاهما من اللون الرمادي الداكن، ولكن هذا يختلف باختلاف ظروف التربة المحلية. يبلغ طول وحيد القرن الأسود الغربي 3 متر، ويبلغ ارتفاعه 1.4 متر، ويزن 800 كيلوغرام إلى 1400 كيلوغرام. وكان نظامهم الغذائي المشترك يشمل النباتات المورقة والبراعم حول موطنهم. تم اصطياد وحيد القرن الأسود الغربي نظرا لقيمة قرنه، والذي يعتقد أنه يمتلك القدرة على علاج أمراض معينة ويكون فعال في اكتشاف السموم. يمكن أن يكون سعر القرون مرتفع، على سبيل المثال قد يكلف 1 كيلوغرام من القرن أقصر من 50,000 دولار أمريكي، ويزيد انقراض الأنواع من ندرة وقيمة القرن. تعتبر قرون أنواع وحيد القرن الأخرى ذات قيمة كبيرة، ويمكن أن تصل تكلفتها إلى 100,000 دولار أمريكي للكيلوغرام في الأماكن ذات الطلب المرتفع، على سبيل المثال فيتنام قد يزن قرن متوسط ما بين 1 و3 كيلوغرام.